يا هلا وسهلا وحياكم الله. أه كثير من الاسئله تجيني فواز انا بدرس على حسابي لكن كيف اليه انضمام للبعثه؟ وهل لازم انا اسجل في سفير اذا انا بدرس على حسابي؟ وعلى اي اساس اختار الجامعه اذا انا بدرس على حسابي؟ هل لازم الجامعه هذه تكون أه ضمن برنامج الابتعاث ولا لا؟ خلني بفصل لك نقطة نقطة <applause> بخلي موضوع الانضمام في آخر الفيديو عشان نكون بالتدريج. أول شيء اختيارك للتخصص والجامعة لازم يكون موصى من الابتعاث يعني لازم يكون معتمد لأنك لو درست في تخصص غير تخصصك راح او درست في تخصص آه سوري اذا دخلت دخلت جامعه غير معترف فيها لن يتم معادله شهادتك عرفت ومعادله الشهاده تجي متى تجي بعد اللي هي آه بعد التخرج يطلبونها مين يطلبونها مثلا جهه محدده مثلا لو رحت توظف والله وظيفه حكوميه لازم شهادتك تتعادل بعض التخصصات الحكوميه ما تسالك عن معادله الشهاده باختصار ولو انت تبي تدرس بزنس تبي تسوي بزنس بشهادتك هذه ما لها علاقه في المعادله، روح ادرس في اي جامعه في العالم. في اي جامعه في العالم ادرس، ما لها علاقه، بس اهم شيء تكون مسجل حساب في سفير ومسجل كطالب سعودي يدرس على حسابه الخاص، لان في سفير فيه خط كامل او اللي هو فيه يعني يعني مجال كامل في سفير نفسه انه الطلاب الدارسين على حساب الخاص ولهم آلية محددة. كيف؟ إذا أنت بتتوظف وظيفة حكومية أو في قطاع خاص، الوظيفة الحكومية حتما راح يتم طلب معادلة شهادتك، وإذا تم ما تم معادلتها فهذا معناته أن جامعتك غير معترف فيها وأنك أنت ما أخذت التأكيد من يعني من من جهة الابتعاث أو من وزارة التعليم. بعض الشركات الخاصة مثل ما قلت لك ما تطلب معادلة الشهادة، وأنا أعرف ناس توظفوا واستلموا وأمورهم و... 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 طيبة بس إنهم ما راحوا القطاع العام، يعني على طول راحوا القطاع الخاص دايركت، ولا تم طلب منهم معادلة الشهادة، بالرغم إنهم عادي يقدرون يعادلونها. عرفت؟ الشيء الأهم إنك أنت لازم أول ما توصل تسجل في سفير، يعني أنت لو تقول الله أنا وصلت لازم تتبع إجراءات التسجيل في سفير. طبعا انت ما تحتاج من سفير شيء ما تحتاج لا تحتاج تذكره ولا تحتاج تعويضات ولا تحتاج شو اسمه الله اللي هي مثلا خطه دراسيه ولا تعديل ولا امور هذه كلها ما تحتاج الا شوف اذا انت تقول والله انا ابغى اطبق شروط الانضمام للابتعاث لازم تتابع سفير وش يطلب منك يطلب منك تسجل ترفع الانرولمنت وترفع الخطه الدراسيه نهاية كل ترم وترفع القبول الأكاديمي عشان تخلص عدد الساعات المحددة و... 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 يعني شو اسمها الله إذا خلصت عدد الساعات المحددة وخلصت أتوقع هي سنة دراسية أكاديمية وليست الفاونديشن أكاديمية يعني بدل ما تقول أنا بدرس الفاونديشن بعدين أنا برفع أنظمة من البعثة ما في الفاونديشن وأول سنة أكاديمية بعدين يخولك انك انت ترفع وفي اشتراطات لازم تبحث عنها الاشتراطات هذه شروط اللي هي الانضمام للبعثه ان شاء الله اني بحطها لكم تحت في الرابط تحت الفيديو في رابطها تضغط عليها وتشوف ايش الاشتراطات اللي انضموا للبعثه بعدها ترفع اوراقك اذا انت كملت المتطلبات ترفع اوراقك وتنتظر على اي اساس يتم هنا علامه الاستفهام يعني انت ترفع يقول لك تحت الاجراء. بترفع يقول لك تحت الاجراء. لكن حسب خبرتي وحسب اللي انا شفته طوال فترة يمكن الحين ثمان سنين في الابتعاث حسب اللي انا شفته الانضمام يعني ما يجي لازم يرفع وزير التعليم للمقام السامي وينزل امر سامي بضم جميع المبتعثين المستحقين شوف حط في بالك مش المبتعثين اللي يدرسوا على حسابهم الخاص، اي مبتعث يدرس على حساب خاص، المبتعثين الدارسين على حسابهم الخاص الذين اكملوا الشروط والمتطلبات. يعني انت ترفع وتقدم يعني تتبع الاجراءات وترفع اوراقك وتنتظر وتدرس على حسابك. يجي تضم ابتعاث امر سامي ما يجي هنا يعني نتركها لرب العالمين لكن غالبا اتذكر كل فتره وفتره يجي ضم جميع المبتعثين الدارسين على حسابهم الخاص ممن اكملوا وهكذا. اذا ضموك للبعثه وش يصير؟ يصير انه كل رسوم دفعتها للجامعه من بدايه دراستك ترفعها وترجع لك في حسابك. يعني تصير انت كانك مبتعث. هذه ترى مره حلوه لذلك احرص اذا انت مبتعث تدرس على حسابك الخاص يعني تتمنى انهم يضمونك سو <applause> اللي هو <applause> اسف سو اللي هي اجراءات الدارسين على حسابهم الخاص. بحيث انه لو وترفع انضمام للبعثه وراح يتم قبوله وت... لكنك راح تنتظر لما نيضم. قد يكون الفيديو هذا انا مسجله في وقت خطا او في وقت غير نظام هذا ممكن يتم ضمك بسرعه لكن حسب التاريخ هذا اللي انا اصور فيه الفيديو الان الانضمام غالبا هذه اليته لكن اذا ضموك الحمد لله الدوله ترجع جميع ما تم صرفه على الجامعه بس اتكلم على الجامعه يعني ما كرحله طيران ما يعوضونك على مثلا أمور كثيرة اللي اللي يستحقها المبتعث أو مكافآت، لا، خلاص يعوضونك على الرسوم الجامعية وتبدأ تمشي لك مكافأة. هذه بحد ذاتها يعني كم رسوم الجامعية؟ الرسوم الجامعية السنة الواحدة أنا أتكلم عن جامعتي أنا، السنة الواحدة في البكالوريوس 5500 باوند. يعني 5500 باوند أنت تتكلم تقريباً على يعني يمكن ما ما حول ال 75 الف ريال في السنه الواحده، انت لو درست سنتين هذه 100 تقريبا 140 الف ريال. هذه كلها ترجع لك او ترجع للوالد الله يطول عمره. فلذلك احرص على الموضوع، اذا انت تدرس على حسابك الخاص لا تقول اوه مو بضاميني ما راح اسوي اجراءات سفير، لا. سوها وافعل واحرص ود... و... 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 يعني احرص على الموضوع. وان قدرت مثلا أن تتكلم احد حتى في الوزاره او الوالد يكلم احد يمين يسار بحيث انه يحرك الموضوع ليش لا؟ يعني يعني نعمل الاسباب فاتمنى اتمنى فعلا كل الدارسين على الخاص انهم ينضمون للبعثه وانهم يحرصون على موضوع يعني الاجراءات الطالب الدارس على حسابه الخاص بحيث انه يكون حتى مكمل الشروط لو طلع امر سامي او طلع مثلا قرار وزاري على طول يكون انت من الاشخاص اللي انضميتوا للبعثه ولو شوف شو انا اقول لك ولو ما ما حصلت انت لا تندم على شيء الحمد لله انت درست ورجعت بشهاده ورجعت بلغه انجليزيه ورجعت بتخصص ورجعت بمهاره ورجعت بمؤهل ورجعت اهم شيء في الابتعاث يا جماعه ترى والله والله الابتعاث مو فقط دراسه وشهاده الابتعاث مو فقط دراسة وشهادة الابتعاث تجربة حياة والله تجربة حياة أنا اللي تعلمت فترة الابتعاث هذه لو أنا في السعودية ما تعلمت لأن روتين حياتي هناك مختلف روتين حياتي يعني بعيد عن الأشياء اللي أنا كنت هنا جلست هنا واستثمرت وقتي فيها لذلك أنت في الابتعاث ترى مو فقط ابتعاث ابتعاث وتجربة حياة اكسبيرينس إدارة حياتك بترجع مخك يا شيخ نظيف صافي تعرف شلون تدبر امورك تدبر حياتك ما عاد شوف موضوع الاتكاليه هذا ما عاد تعرفه ما تسال احد ولا تطلب احد شيء ولا معلومه حتى كل شيء انت تخلصه بنفسك لان الابتحاث انت ترجع كذا عندك البحث والسيرش خلاص كل شيء بالبحث والسيرش كل شيء اعتماد على نفسك فلا تخسر شيء ان قدرت تطلع تدرس على حسابك اطلع ادرس وترى انا اعرف ناس انا اعرف واحد تخرج بكالوريوس <applause> تخرج من البكالوريوس عندنا هنا في نيوكاسل قال بعلمك القصة ذي سريعة بس قال لأخوه ليش ما تكمل ماجستير كمل ماجستير تسع شهور كمل ماجستير كم, كم رسومها رسومها مئة ألف كمل أنا بعطيك إياها المهم الرجال والله مين يسار ويقدم على ماجستير ويقبل في الماجستير في تخصص إدارة مشاريع توه دارس مال ثلاثة شهور شهرين إلا أخوه يدق عليه قال يا فلان ترى أنا ما عاد أقدر أدفع لك للجامعة يا شفي شلون ما تقدر تدفع لي يمين يسار يمين يسار قال أنا قال أنا شريت بيت وانضغطت ولا عاد أقدر أدفع لك تخيل الرجل أنا عارفه شخصيا تخيل والله العظيم يا جماعه انه اشتغل في اكثر من مطعم عشان يغطي مصاريف دراسته وحياته هنا اشتغل والولد مو كبير ترى في العشرينات وقتها بس انه قلبه حي ذيب ذيب اقول لك انا انا ما انساه انا متذكره ويسولف لي وشفته قبل فتره في مطار هيثرو بالصدفه كان جاي زياره وتخرج والان ما شاء الله تبارك الله في منصب الله لا يضره ما شاء الله تبارك الله غير المنصب ما شاء الله تبارك الله المردود اللي جاه والدخل المادي اللي جاه من من وراء الوظيفه اللي اخذها. وهو كان اول ايش؟ اشتغل في معلم شاورما، اشتغل في مطعم هندي هنا عندنا، ما انساها انا اتذكره زين. الله يذكره بالخير. لذلك انت ترى الاشياء هذه ترى بتفيدك بتقدم لك بترفعك ما راح تنزلك صدقني ان قدرت وان ما قدرت مثل ما قلت لك لو ما قدرت تدفع مصاريف ترى انا انا هنا في ناس انا طلب دكتوراه ذكرت السالفه اكثر مره انا داخل على بقاله فيها صديق لي مصري من أحد يدرس دكتوراه وقاعد يشتغل في البقاله يصف في الارفف عشان يطلع مصاريفه مصر تدفع لهم اللي هي رسوم الجامعه لكن ما تدفع على مكافاه ولا مصروف فقط رسوم الجامعه تبي تروح رح ما تبي تروح اقعد فهو وش يسوي؟ يجي يدرس الجامعه هنا وعنده يقدر يشتغل 20 ساعه في الاسبوع لكن هو ما يشتغل عشرين يشتغل اكثر لانه المسلمين هنا يساعدون بعض ويشتغل يطلع رزقه. لذلك احرص على الموضوع والله يوفقكم ان شاء الله واتمنى المعلومه ذي وصلت وباذن الله نشوفكم خريجين واتمنى لكم ان شاء الله بعدها سعيده.